اتنين اسمهم سماح جين النهارده غير سماح المطربه. ده ايه الحسه دي؟ في حد عندك باسم سماح مرزوق؟ في، ولو ما فيش يبقى فيه 111. يا ابني اهدى، انت مالكش دعوه بالشغل ده خالص. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ميرسي. كومه سعيده. ميرسي. فلا عبد السميع، فلا فرد امن. يلا بينا. عليا الطلاق، ما حدش شايل الشنط غيري. ايه اللي دخلك في الشنط وفي الحجز؟ بعدين انت مش سكيورتي؟ ده سميم شغلي، مهام وظيفتي، انا موجود هنا لحمايتكم، لحمايه الفندق ولحمايه الراجل ده. طيب شكرا، ميرسي. عينيكي حلوه قوي. ده عينيكي دي ولا لانسر؟ يلا بينا من هنا. اتفضل. عليا الطلاق، ما حدش شايل الشنط غيري. خلاص انا اسف. ده مظلوم. في حاجه حضرتك؟ ويلكم تو ات ار. يعني اهلا بيكم في العين السخنه. الشنط يا مهنبي شكلها وجع. اهلا 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 وسهلا. اهلا بك يا فندم. نورت الفندق يا انسه سماح. ميرسي. في الحقيقه انا سعيد جدا ان الحلقه دي بالذات من برنامجك التاسعه تماما، وخصوصا اللي هيحضرها الدكتور احمد الاسيوطي، هتتصور هنا عندنا في الفندق. وما تقلقش، هننزل لكم شكر على التتر. لا لا، شكر على واجب. على فكره المفتاح بتاعك اهو، والمخرجه زميلتك دي اللي اسمها رشا. ايوه رشا، ما تتخيرش عنك ابدا، موجوده في الغرفه. اتفضلي الغرفه من هنا. ميرسي يا فندم. مع السلامه. ميرسي. عن اذنك. حضرتك سماح حسين المذيعه المشهوره؟ ايوه. أنا من أشد المعجبين بحضرتك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ميرسي. عندنا مشكلة عويصة قوي في البلد، كان نفسي حضرتك تحليها. إيه هي؟ محسب قتل حسنين، ما قتلوه، ضربوا بالأربيجية ما بين حواجبه. فحضرتك دلوقتي يا ريت أسرة البرنامج يا إما توصل محسب بحسنين عشان ياخد طاره، يا إما يعني إحنا بنلم من بعض عشان نعمل عملية تجميل عشان الواد وشه باظ من الأربيجية. أستاذ سماح، أهلاً وسهلاً. أنا مش مصدق نفسي إن أنا شفت حضرتك. أنا اسمي منصور. بص يا فندم، أنا بدل الحنجرة دي في جوارة، صوت حلو قوي، فيا ريت يعني أغني في البرنامج بتاع حضرتك. اسمها كده حضرتك؟ ويا بت جمالك هبشلي والهبشة جت في العباير. معلش يا فندم، هو احنا للاسف مش برنامج اغاني، ممكن تقدم في ذا فويس. ذا فويس يا حضرتك؟ ده اخره برنامج عالم الحيوان. ممكن توريني الاوضه منين؟ ادخل اتفضل. اتفضل يا فندم. يا ابن المحظوظه، ما تديني فرصه بقى كريمة. وفي غيره وعرفهم تليفونات. يا بنتي ربنا يهديكي، بالراحة كده ردي عليه، اتكلمي معاه. لا والله، مالك يعني محسساني ان انت اول مرة تقعدي معايا وما تعرفينوش؟ ده انت اخر واحدة المفروض تقولي الكلام ده. يا بنتي انا عارفة، عارفة انه عصبي وبيغير ويخنق ودمه تقيل وكل الحاجات دي، بس بصراحة بقى يا سو، في حاجات موجودة صعب ان احنا نلاقيها اليومين دول، وانت عارفة ومتأكدة انه بيحبك وبيموت فيكي. مش مصدقه ان هو بيحبني. ساعات كده بقعد افكر اقول ليه يعني ما عملش زي كل الولاد؟ ليه ما قاليش ان هو عايز يتقدم لي؟ بقول لك ايه، فكك، انا اصلا جايه هنا عشان افكني من الهري ووجع الدماغ ده، ما تجيبليش سيرته تاني لو سمحت. هي مش اللي هناك دي سماح حسين المذيعه؟ نكنك؟ معرفهاش. فاكره المذيعه اللي كنت اخدت معاها التريننج بتاع الاخراج ده؟ بس في ايه؟ دي نفخة نفخة. لا يا شيخة ما تقوليش كده. يا بنتي باين قوي انت بتهزري. استني بس استني. ايه يا دكتور، هو حضرتك هتوصل امتى؟ طيب على ميعادنا واحنا هنبقى جاهزين ان شاء الله، منتظرين حضرتك. اوكي اوكي يا دكتور احمد، مع السلامة. باي باي. وحش. هلو، عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ انتي عاملة ايه؟ تمام. احمد مين ده يا قطة اللي بتكلميه؟ مش تقول لنا؟ والله ابدا، دي مكالمة شغل حتى، اخس عليكي، دايما سوسة. اه استني، سماح. سوري سوري. ازيك برضه؟ عاملة ايه؟ الحمد لله.
انت عامله ايه؟ الحمد لله. احكي لي بتعملي ايه هنا؟ احنا جايين هنا نغير جو ونفك شويه عشان سماح هانم عندها مشاكل مع صاحبها ويا عيني ديبرست ومش طايقه نفسها ومش طايقه حد ومكتئبه وزعلانه وكل الحاجات دي. بتقولك اي كلام على فكره، مفيش حاجه من الكلام ده صح. نصيحه مني، لو انت بتحبيه ارجعي له بجد. لا انا ما بحبش حد، مفيش اي حاجه مضايقاني على فكره. سيبك منها دي اونطاجيه، قولي لي انت بتعملي ايه هنا يا بنتي؟ انت مش عندك برنامج كل يوم على الهواء؟ اجزت يومين وعندي تصوير حلقه مهمه جدا مع احمد الاسيوطي. هو رجع من امريكا؟ ايوه هيرجع كمان يومين، بس ده كان رافض يعمل اي انترفيوز ولا صحافه ولا تلفزيون. انا بقى اقنعته وناوي يفضح كل العمل اللي عاملين فيها وطنيين وبيتمولوا من بره. ممكن بليز اجي معاكي التصوير؟ اصل بصراحه وحشني جو التصوير واللوكيشن والست والحاجات دي. بس كده ده انت تأمريني امر، وبعدين تعالي هنا ده احنا هنصور هنا كمان، دي تبقى فرصه هايله. منسوق منسوق منسوق. نعم يا فلوحتي. اسف اني جلكتك يا حبيبي. اجيب لك حاجه تشربها؟ لا انا لسه شارب حلبه. يا نهار اسود عليا يا فالح، اللي عملته ده فالح بقى. هي دي الامانه يا ابن العيانه؟ عمال اقول لك لازم تصحصح وراسك تبقى في وسط عينيك. بعد اذنك يا فندم، الرئيس عنده حق، وبعدين انت مقفور قوي في النوم، ده انت بتشخر اكتر ما بتنام. وانت بتشخلل وتطبل اكتر ما بتشتغل، غير يا فالح، ما كله تمام اهو، انا لسه متصل بابو زيد، سماح الشريف في اوضتها، وسماح حسين وسماح مرزوق في الحمام. في حمام واحد؟ يا نهار اسود، حمام السباحة. حمام سباحة ايه؟ حمام السباحة. يا ده انا شفت وسيم ماشي ماسك شنطة هاند باكورد وماشي ناحية حمام السباحة. يبقى وسيم هينفس النهاردة. لازم نمسك ومتلبس النهاردة. منصور. نعم. جودة. أيوة يا فندم. تعالوا وراي. تمام يا فندم، وصلت الهدف. في أوامر بتحتم علينا جونكم المطرحكم دلوقتي. ليه يعني إن شاء الله؟ في إشارة جات لنا إن في إعصار كبير أكبر من إعصار ساندي، اسمه إعصار مروة، جاي علينا وهياخد الأخضر باليابس بالجلع باللابس. فين ده يا جماعة؟ ما هي الناس قاعدة أهي، أمال إيه المشكلة؟ جودة. اوقف احرس البنات وما يقلعوش الكاشات مايوهات. منسوق. ايوه تعالى ورايا. وراك. ايه الهبل ده؟ ما تخافوش انا مخلي بالي من الكاشات مايوهات. سماح اطلع اوضتك دلوقتي عشان في خطر عليكي. بجد؟ ايوه الراجل ده سفاح. الشنطه دي فيها ايه؟ تبعته يا ابني انت؟ امشي امشي. انا معايا اذن من الاداره ان انا افتش الشنطه دي دلوقتي. انت عبيط يا ابني ولا بتستهبل ولا بتستعبط ولا الشباب مجننه وجاي يسقي الهبل علينا؟ سيب الشنطه يا دن. لو حد بس الشنطه هتعاني. اوعى يدك. ايه كمية الكريمات دي؟ عندك تسلخات ولا ايه؟ اهدى كريم ازالة شعر. هات الشنطة دي. انت بتستعمل ايه ده انت؟ ما تهزرش. منصور ليه كده؟ انا بغرك يا منصور. لا لا ليه كده؟ يا دي الرجولة مش بالعضلات، الرجولة بالقلب اللي مات. مش ممكن. منصور تعال ناخد خط. على فكره يا سماح السكريبت جالي وانا شايف انه قوي جدا وهيعمل لنا مشاكل مع اداره القناه. بص يا رشا، البرنامج ده خبطه واي خبطه وراها مشاكلها، وبعدين ما تخافيش قوي طول ما انت صح. طبعا ما المخرجين اللي بيتقصوا في الاخر مش المذيعين. طب يلا يا اختي نكمل كلامنا في الريستوران، انا هموت من الجوع ما اكلش حاجه من فوق. يلا